الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما انت برنامج كيني لكلا ولا لذا عبد الغني عبد الله ما انت حنا لتشوغا ولا الكيغا أبو بكر ونغيمي هولند عبد الغني واي أبو بكر نعم ولكن إلهي سبحانه وتعالى خير فربضها الصيو وحن كهل لدونا شيد القرآن كله حفدين لها ولا أبو بكر سيدي لو حفدين كره قرآنك أخي أبو عبد الله أبو موسى سيدي قرآنك أخو تدبرنا هذا أخو تدبرينني إلهي سبحانه وتعالى قرآنك سوحو كهل لدد أن قرآنك أخو تدبرين محجر الله سبحانه وتعالى قرآنك إلهي سبحانه وتعالى حيدي أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها سبحان الله إلهي وحوك الله يددك أنا كنت أدبرين قرآنك إلهي وحوك يرى قلوب تضميق فلنتهي ما أنت مركان فيرينو واعدة أنجوغنو ضد قرآن لغو أخرين إياه ضد إلهي سبحانه وتعالى جل شأنه وآيدات كسل وآخرين يا نار بالغ شكين يا جنب بالغ شكين يا سيدا سيدر تتقف كاس قلوب تيسا هبايا راتي وحير حتى قشع مهي ليسو إلهي الحوي رأم على قلوب ميال قفل قلوب طوضا إن عكلا هدا في رشيد إلهي الحوي ليه مؤمنين وإلهي سبحانه وتعالى سيفضل كتل الماما يا أخي في الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون سبحان الله وبالعكس لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جل شأنه لابد أيونه جديي وضد أن القرآن كتدبرين رمين سنين أو كإن دصابا ضن إلهي سبحانه وتعالى ودليس أسو جيدا مركي آياتك إلهي سبحانه وتعالى جل شأنه الأقرية وجلت قلوبهم قلوب توضبا قشعوذا قلوب توضبا سودك دكتا أوهين عبسي دقناش إلهي سبحانه وتعالى كر جينا يا جنديسا إلهي نوح أوسي دريا زادتهم إيمانا إنو إيمان كذو كردنا يو ضدكاس إلهي كنت تبورا قرآن كيسا وقلوب توسادة دقيسو إلهي سبحانه وتعالى وحو كتل مامين وإيمان كوضا كرء قاضيو هذا نوحو كسي إلهي سبحانه وتعالى عليي وعلى ربهم يتوكلون وكوى إلهي سبحانه وتعالى تبصارتا ليلا ونهارا إلهي سبحانه وتعالى وحو نصه ديري نبي نبي قاسو أنكو ديانينو سيدوكو أها قرآن كا محين كشيغين حاسس كيسا كوا تبي عادي سوحي هايت قرآن سبحان الله جواب كوبا كان خلقه القرآن سبحان الله قرآن كأو مرس ولا الأذك بل أخلاق هذا لقنا كجديب يقول نقول تلو أخلاق هذا ما وحي وافق سنتهاي أخلاق ذا قرآن ك هو أمره ما سوي كده وانتهى نعم جزاك الله خير ولك أبو بكر ولك ندقي سنة يوم هي سهل دقي ستة إلهي سبحانه وتعالى آيات كيسك جستة ولا بالفكر أذيك إسكون نقو إلهي سبحانه وتعالى آياتك كاجح الليو نوغا وضح الليو بل إنات قلوب تاد كود جسد بل إسكود يا إن شاء الله بإذن الله الباري مركب ولا ليال وحان سلينا هي إن شاء الله بإذن الله الكريم هدي وقتك لهلنا إن شاء الله بإذن الله الكريم أسكوسو نقندونا إلهي سبحانه وتعالى جل شأنه وحان ويدي سنينا إنو نغمد لغا كو قرآن كفهما أقريا كون تقما لأجل القرآن كان إلهي سبحانه وتعالى وشفع قرآنك ما ننت يوم الآخر إلهي سبحانه وتعالى لسهر استاقي دونه ولا ليال آدي آدى يومها تسنتهين داوتين تانا داوتين إلهي سبحانه وتعالى هايذين كدقو الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم.